بعد انتهاء الانتخابات وفرص نادي، انا بدي اتشكر كل الناس اللي شاركت بالعمليه الانتخابيه، سواء اللي صوت لي او ما صوت لي، هي حق ديمقراطي لكل العالم. وانا بتشكر خصوصا كل الناس اللي رجعوا جددوا الثقه فيي. انا مكمل مثل ما بتعرفوني بالمواضيع الانمائيه والمواضيع الاقتصاديه والماليه. طبعا نحن لازم نتكاتف كلنا سوا بقضاء زحلي هون، نحن 7 نواب. وانا بتشكر الفعاليات المدينه ورئيس بلديه زحلي اللي قدم لنا مكتب البلديه للاجتماع لنجتمع ككتله لانماء هالمنطقه. طبعا المواضيع الاقتصاديه كثير صعبه، نحن عندنا مشاريع مشتركه هون، من كان طريق دار البيضار او كان المشاريع المائيه كلها سوا. بس انا اليوم تركيزي راح يكون وانا مكمل احكي بالمواضيع الاقتصاديه الماليه، نخفف وجع الناس، لنخفف الهجره، لنخلق فرص عمل، لانه بالنتيجه السياسه هي خدمه المواطن. وما في سياسي اذا ما كانت لمصلحه الناس ولمصلحه الشعب. اليوم الشعب مثل ما عم نشوف نحن الاحوال الماليه مأثرة كثير، عم نشوف خط التعافي اللي قررتها الحكومه امبارح، في وجع جاينا كثير يا جماعه، بدنا نتحمل هالوجع على فتره قصيره لنرجع نعيد بناء هالوطن. وانا بوجه تحيه لكل الناس اللي شاركت بالعمليه الانتخابيه.